أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين قد تجاوز 137,000، وذلك حتى الساعة 9 من مساء أمس السبت. وأشارت بيانات الوزارة إلى الإقبال المتزايد من قبل المواطنين والمقيمين والتفاعل الإيجابي مع الحملة الوطنية للتطعيم، حيث بلغ عدد من تلقوا اللقاح يوم أمس 14,340 شخصا. وتأتي الحملة الوطنية للتطعيم ضمن الجهود المتواصلة لمملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على اتباع الإرشادات والإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس.